السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة حلقة جديدة ان شاء الله تعجبكم مع قناة فن الرسم الحاتم المصري. هنبدأ النهاردة نرسم بورتريه بشكل مختلف عن الاشكال اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. احنا لقينا اقبال على بورتريه الخمس دوائر اللي احنا كنا عاملينه. فكرنا النهاردة بفكرة تانية يا رب تعجبكم، ثلاث مثلثات. ثلاث مثلثات تقدر ترسم منهم بورتريه. هنرسم مع بعض. انا مجهز الدايره بتاعتي اللي هي طريقه لوميس العاديه، مجهزها على الاخر، بس احنا هنشتغل عليها بثلاث مثلثات. ثلاث مثلثات تقدر تعمل، زي ما انا بقول، تقدر تعمل طريقه لوميس وترسم بورتريه بثلاث مثلثات. نبدأ مع بعض نشتغل. أول حاجة بوصل السطرين دول ببعض عشان أعمل المربع بتاعي اللي احنا اتفقنا ان احنا نعمله. ده أول رسمة البورتريه في أي رسمة، في أي بورتريه. احنا يا جماعة بنرسم البورتريه ده بنعمل ايه بالظبط؟ الخطوات اللي انا بعملها، انا بعمل خطوات، ما برسمش شخص، بعمل خطوات ان انا اشتغل بيها اي بورتريه. اي بورتريه اقدر ان انا اعمله بالخطوات دي. اول بداية الخطوات دي ببدأ بيها ارسم بورتريه، الخطوات امشي عليها في الاول، وبعد كده اخد الشكل بتاع البورتريه اللي انا جايبه من بره وابدا ارسم عليه بالظبط تيبيكال زي ما بيقول الكتاب، حته حته ونقطه نقطه في الوش بتاع الشخص اللي انا برسمه، واطبق عليه النظريه. يعني انا برسم هنا مش برسم بورتريه، انا برسم نظريه. النظريه بتاعت لوميس اللي هو عرضها، ما عرضهاش على كام شخصيه، لا هو عرضها بنظريه واحده، زي مسألة حسابية بقول 1+1=2، 1 على 1 و1 في 1. انا اقدر اغير الارقام بس ما اقدرش اغير النظرية. 1 في 1 بـ1، ما ينفعش اقول 1 في 1 بـ2، ما ينفعش، دي نظرية. اما الشغل بتاعنا احنا ان انا اقدر اقول 11 في 11 و12 في 12 و15 في 15، بس ما اقدرش ان انا اغير الفي واقول على 1+1=1. بس 1 12 في 1، 12 على 1 فال 12، ماشي. انا بعمل دلوقتي عملية حسابية، الحساب ان انا بشتغل عليه وتطبيقات الحسابات بتاعتي اللي هي عملية القسمة وعملية الجمع والطرح بتبقى نظرية واحدة، مسألة بس. المسألة دي بتيجي على أشكال كتير، وهو ده الشغل بتاعنا. احنا بنرسم بورتريه بنبدأ نشتغل بيه واحدة واحدة. ويا جماعة خليكم معايا لحد آخر الحلقة، هتستفادوا بالحلقة جدا، لأن أنا النهاردة هشرح شرح كافي للبورتريه بكل تفاصيله، وهرسمه بشكل تاني غير اي شكل احنا متعودين ان احنا نرسمه، بمقاسات بمقاسات، بس مش كل بورتريه يبقى زي المقاسات التانية. انا لما باجي ابني مبنى ببدأ بالطول، في اللي بيمحره، في اللي بيبيضه، في اللي بيدهنه، في اللي بيطلعه 14 دور، في اللي بيطلعه دورين، في اللي بيطلعه 5. انا هنا برضو ببدأ نظرية، النظرية بتاعتي اساس البورتريه زي اساس العمارة، وكل عمارة على قد اساسها. انا بعمل اساس، الاساس ده اساس البورتريه اللي انا بعمله ببدأ عليه واشتغل بيه، ابدأ كده. وهعلمكم النهاردة نظرية جديدة بنظرية المثلثات. احنا اتفقنا يا جماعة ان ده خط الحاجب، ده خط الحاجب، وده خط
الأنف. عشان أخذ المسافة دي كده وأقيس المسافة من هنا لهنا بالمسطرة كده، لو استاب المسطرة هنلاقيها من هنا لهنا 4 سم، ومن هنا لهنا هما الـ 4 سم، يبقى أنا عاوز أنزل تحت كام؟ 4 سم من هنا لتحت. اخد الخط دوت اللي في النص ده عشان يبقى دليل بتاعي، يبقى انا عاوز هنا 4 سم. انا كده خدت ال 4 سم بتاعتي. عاوز ارسم بقى طريقه المثلثات. يعني ايه طريقه المثلثات؟ زي قبل كده اما رسمت دوائر، 3 دوائر وتحتيهم دايرتين، ادي 5، وعملت بيهم شخصية بورتريه. جماعة انا ببرسمش بورتريه حي، يعني عشان محدش يقول ان رسمة وحشة، هتطلع وحشة، بس انا ببدأ نظرية، بعمل نظرية بمقاسات بأسس اشتغل عليها، وبطلع اي شخصية هي بتطلع في الرسمة. يعني انا ببدأها بشتغلها معاك واحدة واحدة، وبطلع اي شخصية وبعملها اي شخصية. نشتغل تاني في رسمتنا، باجي في نص دي راح واخد خط كده هنا، خدت الخطين دول عشان احدد الشغل بتاعي هشتغله ازاي، عشان هاخد منه الخطين دول، هاخد منهم الشعر، الخطين دول هاخد منهم الشعر. أبدأ أشتغل، نبدأ نشتغل. أول حاجة هعمل مثلث الأنف، مثلث الأنف. هاخد المقاس كده، انا عملت مثلث. طب المثلث الثاني هيطلع فين؟ من هنا لهنا. المثلث الثالث من هنا لهنا. اقيس المسافة دي هي نفس المسافة دي ولا لا؟ لو جيت بالمسطرة بتاعتي هشوف المقاس، لو لقيته متغير اظبطه انا 2 سم. طب والقاعدة دي؟ اتنين سنتي. طب المثلث ده هيبقى اخره فين؟ هنا. دي القاعدة بتاعته، ده الرأس بتاعته من تحت، الخط اللي تحت ده. والمثلث الثالث هنا. كده انا عملت ثلاث مثلثات، مثلث الاولاني، مثلث الثاني، مثلث الثالث. طب وبعدين ابدا اشتغل، ابدا اعمل الحاجب هنا،
من أول المثلث لحد آخر المثلث. ونفس الطريقة الناحية التانية. من أول المثلث لآخر المثلث. واجي عند خط انزل هنا اخد خط في النص بسيط كده يقسم الخط اللي هناك. الخط ده هشتغل عليه واعمل العين بتاعتي. وزي ما انت شفتوا قبل كده عملنا كذا شكل، وراح واخد سنة كده لبره كده، وهنا برضو نفس الطريقة اخد القناة الدمعية بتاعتي وانزل بخط لتحت واخد سنة لبره كده واخد نين العين صغير كده، وهنا برضو نفس الطريقة نين العين صغير كده. ما بنزلش بيه حد تحت خالص عشان ابدأ اشتغل عليه. واجي اخد من فوق هنا لحد الخط ده، ده الخط اللي فوق العين الكسرة، خط الكسرة اللي فوق العين لازم يتلامس مع الخط بتاع الحاجب. وبعد كده لو عاوز اشتغل على الرسمة كويس وعاوز امسح الحاجب واشتغل عليه على رسمة العين اعمله. عاوزه بنفس المسافة دي او بنفس الدرجة دي كده بسيبه. كده كده طيب المثلث التالت هعمل فيه ايه؟ اخد القناة الدمعية بتاعتي كده اخدها بلفة كده بدوران واخد من ورا هنا بدوران كده خفيف كده. اجي اخد من اول القناة الدمعية وروح نازل بخط لتحت اخد هنا دايرة صغيرة كده ودايرة في النص كده ودايرة صغيرة كده. يبقى انا عملت هنا ثلاث دوائر، دايرتين صغيرين ودايرة في النص. انا عملت دي اعمل ايه؟ احاول ان انا اطمسها شوية كده. انا كنت بعملها عشان تشوفوها عشان تبقى واضحة. الدايرة دي يا جماعة والدايرة دي والدايرة دي ايه هدف الدوائر دي؟ هدف الدوائر دي ان انا اعمل المثلث اللي تحت. ده. واخد الدائرة بتاعتي كده لفوق. خط رفيع كده ودي كده لفوق. خلاص كده? واخد الدائرة بتاعتي الصغيرة اللي تحت. اخد ده كده برة وده برة شوية. بره الخط بتاعي شويه وده بره الخط بتاعي شويه، وراح متقل الحته دي شويه ومتقل فتحه الانف شويه.
كده انا عملت ثلاث مثلثات ببني منهم شكل بورتريه. المرة اللي فاتت عملنا خمس دوائر، ثلاثة على الخط الافقي واثنين تحت الثلاثة على الخط الرأسي. النهاردة انا بعمل مثلثات، مثلث للعين ومثلث للعين ومثلث الانف. وبعد كده بروح واخد دايرة صغيرة بسيطة تحت الانف وراح واخد منها سبعة كده، ومن هنا اجي نص العين كده. كل بورتريه على حسب، انا باجي لما باجي ارسم بورتريه باخد الصورة قدامي، بروح واخد المسافة اللي بين هنا اول الانف، هي بتبقى على طول مع القناة الدمعية، اما الفم بيبقى مع العين، في ممكن يبقى خارج العين شوية، ممكن يبقى النين بتاع العين داخلي جوه شوية او بره شوية، متحرف شوية بره، بيبص على حاجة كده او بيبص على حاجة كده، همشي معاها هشوف الفم ماشي مع النقطة انهي اللي في العين. انهي نقطة في العين ابدأ ان انا اشتغل كده، اخد الدائرة اللي انا عملتها في النص دي واقف هنا، والدائرة اللي في النص دي واقف هنا على الخط اللي هو بتاع الدائرة بتاعي، النقطتين اللي هنزل بيهم على الدائرة بتاعتي عشان يبقوا مظبوطين. واجيب المسطرة اخد الخط ده خفيف واجي اخد ده كده بدوران كده وانزل بيه لحد تحت، واجي ده بدوران كده لحد تحت. هنا اروح واخد نص دايره لتحت، وابني الخط بتاعي بتاع اللي في المنتصف، ابنيه بمعنى ان انا اعمل له الحروف بتاعته دي، الدورانات بتاعته عشان اشتغل عليه. واجي بالقلم خفيف كده راح واخد تظليل الجزئيتين دول بس، الجزئيه اللي هنا دي والجزئيه اللي هنا، واجي من هنا راح واخد خط في بورتريه يجي كده، في وجه بيجي كده، في وجه بيجي عدل. انا هاخد الخط ده زي الخط ده كده، واجي اخد من هنا خط كده للرقبة وخط من هنا للرقبة، ماشي يا جماعة؟ هنا الاذن بتاعتي بتبدأ من الخط ده، بنزل بيها بدوران بتاعها لحد هنا كده، واخد ده كده الدوران بتاعها كده، واخد هنا برضو الاذن لحد تحت كده، واخد الدوران بتاعها لبره كده، واخد من هنا دايرة بسيطة كده، واخد من هنا دايرة بسيطة كده، واجي اخد تسعة بتاعتي اللي هي عاملة كده، اخد دي تظليل ودي تظليل كده،
واطلع بره كده واخد هنا التسعة بتاعتي برضو كده، كده انا وصلت للشكل النهائي بتاع المثلثات والبورتريه بتاعي. اللي هنا دي انا بنزل تحت الفم كده واخد تهشير خفيف واتقل دي شويه كده عشان تبان. اجي هنا يا جماعه اللي ناقص حاجه واحده، ان انا اخد خطوط ابدأ ان انا اسيح الرصاص بتاعي عشان اظهر رسمتي، بس مش هعمل حاجة اكتر من ان انا اظهر الرسمة. اهم حاجة ان انا اشتغلت على النظرية بتاعتي، ان انا عملت نظريتي، انا النظرية اللي انا اشتغلت عليها اللي انا وريتها لكم شغل المثلثات. انا ما برسمش بورتريه دلوقتي، انا برسم مثال بعمله قدامكم حي عشان ابدا اشتغل بيه زي ما انتم شايفين. واجي اخد هنا كده الخطوط بتاعتي، الدوران بتاعت الانف بتاعي كده وكده، واظلل شويه عشان تظهر الانف بتاعتي. واجي اخد خطوط الشفايف بتاعتي اللي انا متعود اعملها، كده
زي ما انتم شايفين بحاول ان انا اتقل التظليل بتاعي عشان الرسمة بتاعتي تبان، عشان ما تبانش المثلثات اللي انا عاملها. ويا جماعة انا قلت قبل كده كذا مرة ان البورتريه اللي انا برسمه ده مش هو البورتريه اللي انتوا هترسموه او اي حد هيرسمه. كل بورتريه بيبقى ليه شكل معين، كل شخص بيبقى ليه صفات معينة. عشان اقرب للشكل نفسه بحاول ان انا اشتغل على الرسمة بتاعتي الطبيعية، ما بحاولش اقلد ولا ارسم اي رسمة من اي حد. عشان كده يا جماعة انا بشتغل معاكم بحاجة واحدة، انا بشتغل معاكم باساسيات شغل، مش برسم بورتريه لشخص انتوا ممكن تشوفوه كويس معايا وممكن مبقاش حلو معاكم. انا ببدأ اشتغل باساسيات شغل. اساسيات يعني انا بعمل منظر يعجبكم في نفس الوقت وتعرفوا تعملوا غيره، عشان انا اسست الرسمة اسستها. بمعنى ايه اسستها؟ بمعنى ان انا بعمل لكم حاجة توصلكم لهدف ان انتوا ترسموا بورتريه من صورة حقيقية، من صورة طبيعية. عشان الشكل يطلع كويس اكتر هبدأ ان انا ارسم الشعر. الشعر بيبدأ من هنا، بس طبعا مش هرسم الشعر كله، هرسم الخارجي بتاعه بس كده. واي حد عاوز يعرف الشعر نشتغل عليه ازاي هيعرف من رسومات الشعر اللي عندنا والفيديوهات اللي احنا عملناها. فيديوهات الشعر كتيرة، هو عبارة عن خطوط عادية كده ما بياخدش وقت في شغله، بس عشان احنا بنرسم النظرية بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها ديت، اللي هي نظرية المثلثات زي نظرية الدوائر اللي احنا عملناها. بحاول ان انا اظلل الجبهة بتاعتي بالشكل ده، واظلل الخطوط بتاعتي كده. لو عاوز ان انا اكمل الرسمة بتاعتي باخد الكيرف بتاعي ده كده، واخد برضو الناحية التانية الكيرف بتاعي كده عشان اقفل الشكل اللي انا عملته
اللي انا كنت موريه لكم، واجي اعمل دي كده، اظللها كده، عشان اظهر لكم الوجه اللي احنا عملناه. واجي برضو بالقلم الاسمر بتاعي، اخد الشعر بتاعي ده عشان برضو يظهر معايا، عشان الجبهة برضو تظهر، لان هو لازم المفروض الشعر لما انا برسمه لازم يبقى تقيل، بس انا عشان انا بعمل امثلة لبورتريه باشكال معينة، دوائر، مثلثات، مربعات، زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان انا اشرح نظريتي معاكم، ورب كون استمتعتوا بالنظرية بتاعتي. في الحلقات الجاية هنرسم حاجات كتير، ونرسم شخصيات كتير بأشكال هندسية كتير، مع قناة فن الرسم حاتم المصري. وأرجوكم ادعمونا بالتعليقات واللايك والاشتراك في القناة، عشان يجيلكم جول جديد إن شاء الله مع قناة فن الرسم حاتم المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.